لك معايا. مشاهدي قناة شفت لي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط. نخليكم مع قصة شاب اللي عاش مع أسرة أب وأم اللي كان كيعتقد أنهم الوالدين الأصليين ديالو. في الأخير كيتفاجأ من بعد ما دار 27 سنة وكان كيقرأ، تفاجأ على أنهم مربينه، وكانت طبعا صدمة قوية، وكانت الحالة النفسية لأي واحد غادي ما غاديش تبقى مستقرة، خصوصا أن ذاك الناس اللي مربينك ما اعترفوش لك بالحقيقة حتى وصلتي 27 سنة. و 27 سنة راه عمر. طبعا كان كيقرا، حصل على البكالوريا وكان كيقرا في مدينة فاس، وقرا في لافاك مدة سنتين. في الأخير فاش بغى يخرج ويخدم ويقلب على راسو، الحالة النفسية يعني أثرت عليه، ما كملش القراية ديالو في مدينة فاس، جا هنا لمدينة الرباط كيقلب على طرف الخبز، كيقلب على العمل، على الخدمة، حتى كيتفاجأ بواقع مر، واقع أسود كيف ما وصفوا لنا، أنه ما كاينش الخدمة، وفين ما مشى كيدفع ما تيقبلوش، لدرجة أنه طلب يشتغل فقط سيكوريتي أو كما كيقولوا حارس أمن خاص، أو يشتغل في النظافة، أو يشتغل في أي حاجة يقدر أنه يدخل بها القوت ديالو اليومي، خصوصا أنه الآن متزوج وأب لطفلة، ياك بنيته؟ آه بنيته. أب لطفلة. هنا غنحاولوا أننا نستمعوا القصة ديالو نتاع الوالدين ديالو اللي من بعد 27 سنة كيكتشف أنهم ماشي الوالدين الحقيقيين، والوالدة الأم ديالو الحقيقية اللي ورجع تلقاها كيف ما قال أنها رمتني الحم ورجعت الآن رمتني عظم. هنا غنحاولوا أننا نتعرفوا عليه والقصة ديالو، ونشوفوا كذلك إلا كانت شي جمعية، شي جمعية أو شي شركة أو شي صاحب مقاولة أو أي كان وبغى شي حد اللي يشتغل معاه في نفس الوقت، غادي يقول لنا أشنو تيقدر يدير، أشنو تيعرف يدير، أشنو يقدر أنه يقدم. مرحبا بك معنا. السلام عليكم. قرب الميكرو عندك وقول لنا المشكل ديالك، أو عاود لنا شنو قصتك. المشكل ديالي هو تنصدم بواحد الأمر اللي ما كنتش متوقعه، كنت كنشوفه غير كنسمع شي واحد تيهضر عليه بحال هكا تنصدم أنا. فماذا بك غادي نعيشو أنا نفس هذا يعني مدة ديال 27 سنة، كنت راسم أهداف في راسي، شنو باغي ندير، باغي نقرا، باغي القراية من موراها، باغي ندير شي ديبلومات، باغي يعني باغي داكشي، كنت ناوي باغي نقد دوك الوالدين اللي كنت كنسحابهم من الوالدين، ومن هذا المنبر الوالدين ديالي بالنسبة لي. فمدة ديال 27 عام وأنا عايش معاهم، هذه سنتين كيجيني ميساج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، كيجيني ميساج من عند واحد الاخت اللي من العائله اللي الحقيقيه البيولوجيه ديالي، كنكتشف باللي راه جاني ميساج من عندها تقول لي السلام انا راه الاخت الحقيقيه ديالك. فكنرجع كنهضر مع الوالده نيت اللي مربياني والوالد اللي مربي، تنقول ليه اشنو يعني ما بغاوش، ما قدروش يقولوا لي راه شنو. قلت لهم علاش ما بغاوش، قالوا لي لا هادشي كامل كذوب، ما كاينش هادشي. يعني مع الوقت مع الوقت مع الوقت وليت هضرت مع الاخت كدا داش، عطاتني شي حوايج، فكنرجع كنكتشفهم تلقاهم بصح من سولتهم، قالوا لي اه حنا صعيبه علينا باش غادي نقولوا لك هاد السر، وحنا اللي كبرنا، وحنا اللي ربينا، وحنا اللي سهرنا الليالي، وعلى راسي وعينيا. ما من بعد يعني كانت معايا واحد الانسانه اللي بنت الناس صراحه، يعني نط قلت انا نتزوج باش ننسى هذا الموضوع هذا ديال الوالدين وهذا، قلت انا نتزوج. كنت كنخدم كنديباني، خدمت في واحد الشركه ديال الحلوه، في ما كنقرا وكنخدم، خدمت في الموقف، في جنينه الخوخ، يعني اي خدمه خدمتها، خدمت في قهوه، بعت الكار، خدمت في المارشي، جيت لهنا للرباط خدمت في المارشي في الصندوق، يعني ما خليت فاش خدمت. صافي هذه مده ديال دابا ديال عام، تزات لي البنيته هذاك الصحه ديالها، يعني تزات لي هنا في الرباط شويه كان البرد عليها وهذا، يعني جات المدام عاوتاني حامله، هبطات لفاس، مشات عند امها كتشوف، مشات تجلس مع امها واحد المده وترجع كتضيع، كتوفى لي البنيه الاخرى، ضاعت لي البنيته في الكرش عندها 6 شهور وثلاثه السيمانات، كان باقي غير سيمانه كانت غتبقى تقدر تبقى عايشه، ما بغاها الله يعني اجل الله، ما عندنا ما نديرو. صافي خليت المدام تما، جيت قلت انا نقلب على راسي هنايا، طرقت جميع البيبان، جميع البيبان، ما خليت حتى شي حاجه، سيكيريتي، عمال النظافه، ما خليت فاش خدمت، ولقيت ما خليت فاش دفعت في الشركه ديال السيكيريتي تقريبا كاملين، كاين اللي كندخل تخدم معاه سيمانه سير تنوليو نعيطوا ليك،
سير تال هذا كتدخل كتشد غير بحال غادي تشد ديك روب كونجي ديال شي واحد صافي كتخدم في ديك المده تيقول لك سير تنوليو نعيطوا لك صافي عييت صابر شفت هاد الناس الحوارات اللي تيديروا معاكم واكتشفت باللي القناه ديالكم يعني قناه موضوعيه وحقيقيه يعني تتساعد المجتمع تساعد يعني تتحس بولاد الشعب كما تنقول صافي وانا نقول علاش اللي ما نطرقش البيبان ديال قناه شوف تي في وهي اللي انا الاسم توفيق 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 شنو هي الحاجه اللي تقدر انك تخدمها الحاجه تقدر ديرها الحاجه اللي تبغي انك الا كان شي حد كيتابعنا الان وعنده يعني فرصه انه يعطيها لك شنو الحاجه تقدر انك انا فاش ما كان اختي ما تنشرطش ربما فاش كنقول فاش ما كان كنسدوا الابواب علينا عطيني شي حاجه مثلا حويجات عطيني ملموسين قلتي انك قادر تخدم في العسه انا قادر نخدم انا قادر نخدم سيكيريتي غير هي خدمه الليل اختي راك عارفه انسان تيكون باقي مجوج وهذا والمدام يعني برانيه وبنيتها باقا صغيره راك عارف بالليل حتى مرض خصك ضروري تكون معاه يعني انايا الخدمه فاش ما كان بنهار قلت لك يا في سيكيريتي يا في هادو ديال عمال النظافه يا كما تيقولوا ديك الشركه ديال ارما افيردا فاش ما كان نخدم معاهم ومجالات اخرين بحال كارفور دفعت ليهم حتى هما والو نهضروا صراحه انا اختي المحسوبيه والزبونيه هي اللي كاينه حاليا في المغرب الو واش راه واحد السيد من العائله بغى يخدم واش كاين شي بلاصه مرحبا به هادشي اللي خدام كاين حاليا شنو ويلا بغيتي كاينين شي وحدين كتسمع بغيتي ندخلك تخدم 800 درهم 700 درهم وكانت عندي 800 درهم ولا 700 درهم راه ما غاديش نجي اختي غنتغرب من مدينه ونجي للمدينه باش نقلب على راسي. انت في فاس وجيتي حتى للرباط كتقلب قلت ربما انا العاصمه الاداريه وربما انها يكون فرص متاحه للشباب شي اختي ما نكذبش عليك اوراش وكاينين كاينين يعني كاينه التنميه وكاينه فاش كنجي كنكتشف باللي حتى هنايا الرباط والو انا اختي انا ما نكذبش عليك شي تيندوف يقولوا لي فيها الخدمه نمشي ليها ماشي بالشرط تكون في الرباط تكون في سلات تكون في كازا تكون في فاس تكون فين ما كانت في المغرب نمشي انا قلت لك غي واحد الصالير ما بغيت الدار ما بغيت حتى شي حاجه غي خدمه اللي تخليني انا ندير بها الدار وندير بها غي نعيش حدايا بنتايا المده ديال بنتي عندها دابا عام وشهر تخيلي معايا اختي في مده ديال عام وشهر عايش مع بنتي فيها شهرين اللي شايف بنتي فيها مده ديال تسع ديال تقريبا 11 شهر ما شفتش بنتي يعني هادشي حيت انت ما خدامش وما قادرش انك تكون مستقر وما قادرش انك تبني يعني واحد الاسره صغيره واللي تكون انت هو رب الاسره انت باغي ولكن القدر والمجتمع اختي حتى هو شويه يعني راه ما كتمشي راه ما نكذبش عليك اختي راه اليوم غير اليوم فقت مع 8 الصباح راه طلعت راه ما خليت حتى قنت ها حي الرياض ها عين عتيق بيكالا ما خليت حتى شي قنت تندور هاد البيكالا غير واحد الخال غنقول لك يعني شو الخير فيه من لقيته فواحد الخال عنده كروسه تيدور حاشاك تيدور على الطوارو تيجمع منهم كارطون حديد وخرجت مشيت معاه واحد ليامات وها كيجي وكتكون هابط كيديو لك الكروسه يعني شنو غدير خدمنا حراس السيارات خرجات الحمله ديال يعني راه في حراس السيارات راه كاين وكاين كاين الخايب وكاين الزوين راه ابه مثلا خدمت مع واحد السيد حارس السيارات تنخدمو في النهار تتصور ديك 130 درهم 120 درهم كتخدم مده ديال من 9 الصباح ل 6 العشيه 6 العشيه كيجي مول البلاصه تيشد السد العشيه تتكون محركه تتصور من ديك 9 الصباح للسد العشيه كتصور ديك 2600 السبت والحد كتصور ديك 3600 4000 كتقسمها معاه صافي جات الحمله وليتي فين ما كيجيو ما سارقين ما دايرين حاجه كيهزوك كيطلعوك للكوميساريه وانا الكوميساريه عمري دخلت عليها يعني انايا كان الحلم ديالي هو الامن الوطني شي حاجه راه من الصغر تنحماق على شي حاجه سميتها الامن الوطني قريتي انت حد الباك وقريتي لافاك فيها قريتي فيها عامين قريت فيها عامين برونش اتيدونغلي والو يعني ودفعت للامن في 2015 في 2016 يعني ما وليت صافي العام الاول العام الثاني صافي اكتشفت داك الشيء يعني ما مكتبش في 2020 هاد البرومو قبل من هادي ديال 21 عاود دفعت كنسمعوا باللي راه المعدل الاخير ديال البوليس يعني اللي طالبين هو معدل ديال 11
انا يا ما جايبش 11 في المعدل ديال الباك، جايب 10.69. يعني مادة الاجتماعيات هي اللي شوية طايح فيها. شو رسالتك الأخيرة؟ رسالتي الأخيرة إلا كان شي واحد، شي محسن ولا شي واحد يتعامل معايا في شي خدمة، يعني وراه لا بلية لا حتى شي حاجة، البلية الوحيدة عندي هي ندخل نفرح مرتي وبنتي وصافي، ودوك الوالدين اللي رباوني حتى هما باغي غير رد ليهم شوية. أما بالنسبة للأم البيولوجية أنا مسامحها، ولكن بيني وبينها كيبقى التقار، يعني من الأحسن الله يسهل عليها، عندها راجلها عندها وليداتها. أنا غنعذرك، غنقدر نعذرك لأنك مرة معذورة، ولكن الفم عندها شوية ما كتعرفش صح. تتصرف وما كتعرفش تتعامل. من الأحسن الله يسهل عليها من دابا، يعني بلا ما نزيدو نطولو ونتعرف عليها وهذا وصافي. مازال الأخت ديالي اللي من الأم البيولوجية، يعني اختي عزيزة عليا، يعني هذيك هي اللي تنحسبها راه اختي. وعندي اختي مع هاد الوالدين هادو اللي مربيين اختي، وعندي خويا اخر من الوالدة هي اللي مربية، يعني ما عمري سمعت منهم شي حاجة. يعني انت طالب، ممكن نقول طالبها التعادل، طالبها الخدمة وتخدم لها طالبها راسك الخدمة شي حاجة اللي هي صافي، ما باغي لا شي واحد، فايقة. لا بحال كيقول لك انا باغي الدار، شي واحد يتعامل معايا. انا حاليا والله ما نكذب عليك، والله ما عندي فين نسكن الا نهار يومين مع الوالدة، كنمشي لعندها، والوالدة براسها غير ساكنة عند الخوادري، عند خويا غير كتجات عنده ساكنة معاه، مرة معاه مرة هنايا مرة هنا. القضية تتكون شوية مصيفة، كنمشي عند واحد الخال بالليل تيكون خدام في واحد العسة، تمشي تنبقى جالس معاه، يعني متلف، يعني كتقول اللهم صافي. تتنوض الصباح نفس الروتين، هز البيكالا خراج عاوتاني قلب، يوميا خصك ضروري تقلب ما تاكل. بحال دابا اليوم والله اختي لمين فقت مع 7 الصباح، الا تنقول لك درهم اللي عندي في جيبي راه. الله يسهل عليك من حيث لا امين تدري، اختي والله يرزقك امين ويخليك اختي. دائما ايجابي ومتشبت بانك الحمد لله غتوصل على لا قنطة وغتحقق تحت رحمة الهدف، الله اختي، انك غتوصل وغتحقق الهدف ديالك، ان شاء انك ان شاء الله. الله تكون انت هو رب الاسره وتكون واحد العائله اللي هي عندك، ولكن انت باغي انك تحضنها، باغي تكون معاهم، ما بغيتيش يبقى شي في الشرق وشي في الغرب باش تسع تخدم شهور عليهم. اختي، 9 شهور ما شايفش بنتي راه. نتمنىهم اللي بغى انه يتعاون معاك، واللي بغى انه يقدمك يد المساعده، اللي عنده شي خدمه يتصل بك، واللي ما عندوش بغى يعاونك ماديا الله يسهل عليه، واللي دار شي خير يلقاه عند الله. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي نقول الله يكتب لنا.